بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده احنا يعني دي المحاضره اللي احنا قدمناها في الكليه من حوالي شهر وشويه، لكن التسجيل بتاع هو الفيديو بتاع الكليه يمكن ما كانش الصوت واضح فيه، فهنا بنعيد نفس المحاضره تاني. دي جوله تمهيديه في منصه سينكي، للي مش عارف يعني ايه سينكي اصلا. سينكي عباره عن منصه تعليم عن بعد. اصل الفكره ان هي يعني ان التعليم ما يبقاش كله محاضرات او راوندات او يعني حاجه مباشره بين الطالب وبين الاستاذ، وانما يبقى الجزء منها يبقى اونلاين او تفاعلي. مش القصه بس ان يبقى اونلاين، لكن القصه يبقى تفاعلي. يعني باختصار كده، بدل ما بديله كتاب يذاكر منه، انا بديله ملفات PDF، ملفات باوربوينت، بديله ماده فيلميه فيديو او مواقع انترنت يدخل يدور فيها، فبديله القصه كلها مع بعضها. الويب سايت بتاع البلاتفورم اللي هو ثينكي اكاديمي دوت اي كي بي اي كي بي دوت اي جي. ثينكي طبعا اتش تي تي بي اس، اللي هي ايه اللي هي اللي في الاول دي، تحط اتش تي تي بي اس، معناها ان الموقع ده سكيورت، ان في اس بعد الاتش تي تي بي، وكده طبعا نقطتين وعلامتين ورا بعض كده، اتنين ورا بعض كده، وبعدين ثينكي اكاديمي دوت اي كي بي دوت اي جي. اي كي بي اللي هي ايجيبشن نوليدج بنك، بنك المعرفه المصري، واي جي دي على مصر. تمام كده؟ لما بدخل على الموقع بيطلع لي الصوره دي. دي الصفحه الاساسيه بتاعت الموقع. بدخل هنا باليوزر نيم والباسورد. هجيبهم منين اليوزر نيم والباسورد دول؟ دول حضرتك يعني حسب الكلام اللي اتقال لنا لغايه دلوقتي، ان سيتم ادماج منظومه الاس اي اس داخل السنكي، وبالتالي حضرتك هيبقى لك جزء من الوصول هتاخدهم من وحده الاي تي عندنا في الكليه. سواء حضرتك استاذ محاضر او استاذ مساعد او مدرس او مدرس مساعد او معيد، او حتى الطالب بيبقى له برضه يوزر نيم وباسورد. ده طبعا اللي بتختلف الصلاحيات من المحاضر الاساسي للكو اوثر او كو ليكتشرر، اللي هو المحاضر المساعد او المدرس المساعد او اللي بيساعد في تقديم الماده العلميه، والستيودنت اللي هو الطالب. ممكن انا ابقى طالب وابقى محاضر في نفس الوقت، يعني ممكن انا ابقى ادمن او كو ادمن لكورس، مثلا انا مدرس مساعد فبدرس طلبه جزء من الكورس بتاعهم، وفي نفس الوقت انا بدرس دكتوراه فانا طالب في كورس تاني. لكن طبعا المنصه بوضعها اللي هم يعني اعتقد ان هم هيطبقوه في السنه دي، يعني هيبقى موجه اساسا للطلبه بس، فهيبقى كله اندر جرادويت. لكن المنصه فيها ما يسمح ان الاكونت نفسه يبقى فيه اثنين، يشتغل طالب ويشتغل محاضر. لما بفتح الاكونت بتاعي بيطلع لي القصه دي. ده اسمه كورس جايد، ده اوثرنج تولز اللي هي بلاي ليست، جروبز، اساينمنت، ايفنتس، روبريكس، ريبورتس، ادمن، سبورت. ايه الحاجات دي كلها؟ كورس جايد ده بيبقى جواه كل المقررات اللي انا مطلوب مني ان انا ادرسها، جواها بقى كل الحاجات اللي انا هضيفها على الكورس. انا مثلا مطلوب مني ان انا ادرس مقرر الروماتيزم للطالب السنه رابعه طب، هدخل على كورس جايد هنا هلاقي كلمه روماتولوجي لرابعه طب، وهدخل الاقي الفصل بتاعي موجود كجروب، موجود طبعا هنا في كلمه الجروب اللي هي دي، لكن هدخل في الجروب هلاقي الكورس بتاعي موجه للطلبه دول. البلاي ليست فين؟ نخلي بس المؤشر ليزر بعد اذنكم. يعني البلاي ليست اللي هي قوائم التشغيل، اللي هي الماده او العنصر الاساسي في تكوين الكورس جايد. الكورس جايد ده بيتكون من ده كورس مقرر. البلاي ليست، كل بلاي ليست بتبقى عباره عن جزء مثلا نظري مكتوب، جزء مثلا بيبقى مواقع انترنت، جزء بيبقى فيديو، جزء ممكن يبقى فيه سؤال والطالب بيجاوب عليه، كل ده جوه البلاي ليست. فتمثل البلاي ليست هنا محاضره واحده او جزء من الكورس. الجروب، طبعا كل الحاجات دي هتشوفها بعد شويه بالتفصيل. يعني الجروبز اللي هي الفصول الدراسيه او الدفعات او المحاضرات مقسمه حسب مجموعات مثلا، فكل مجموعه سواء دفعه كامله او جزء من الدفعه بيتسمى هنا جروب حسب اللائحه في الكليه وحسب تقسيمه العمل داخل الكليه. الاساينمنت اللي هي الاختبارات او التقويمات،
لغاية دلوقتي سنكي ما فيهاش صلاحية الامتحان اللي هو زي اللي عندنا في السيستم بتاعنا في كلية الطب سفاك مثلا، اللي هو الامتحان بيبقى مثلا 100 سؤال، هم 100 سؤال لكل الطلبة في نفس الوقت بالضبط، بيفتح الامتحان للطلبة كلهم جوه قاعة مخصصة للامتحان داخل الكلية، بيفتح لهم كلهم نفس الامتحان، لكن السؤال واحد عند الطالب الأولاني، هو السؤال رقم 17 عند اللي جنبه، هو 45 عند اللي جنبهم وهكذا، والإجابات اللي جوه السؤال واحد مش هم اللي عند السؤال اللي جنبه، مش هم يعني الأسئلة بيختلف ترتيبها، والإجابات نفسها A و B و C و D طبعا تحقق بالـ MCQ مش هم. هنا الاساينمنت لا ما فيهاش الكلام ده، هنا الاساينمنت انا بحطهم بترتيب معين، ما فيش طريقه ان انا اخليهم بتوزيع عشوائي للاسئله، نفس الاسئله بنفس الترتيب بتروح لكل الطلبه، وانا بدي له وقت يحلوا فيه، انا بفتح له الوقت مثلا من الساعه 10 للساعه 12، يدخل في اي وقت يعجبه في خلال الفتره اللي انا مديها له. فهنا ده مش امتحان لاخر السنه، ده بيبقى امتحان تقويمي بعد البلاي ليست، بعد المحاضره او بعد الكورس او اثناء الكورس، او بفتحه في وقت معين اثناء ما بدرس الكورس، كنوع من الاختبار لمدى البروجريس، مدى التقدم بتاع الطالب في هذه المحاضره او في هذا الكورس. ممكن انا يعني ما اعرفش القانون تنفع ولا لا، ممكن امشيها كامتحان عمل سنه، لكن ما تنفعش بامتحان اخر سنه. ايفنت لو انا حدي ميعاد لايفنت معين، ايفنت يعني حدث معين، عايز اعمل مثلا يوم علمي، مثلا يوم كذا في مكان معين، عايزين مثلا نروح في اليوم الفلاني مثلا نعمل احتفاليه بحاجه معينه، ده ايفنت قد لا يكون ليها علاقه مباشره باللي انا بدرسه، لكن او ممكن يكون ليها علاقه، مثلا عايز اعمل مثلا حاجه مثلا عملي مثلا في مكان معين، وهاخد الطلبه بتوعي واوديهم المكان اللي انا يعني زي مثلا مكان مستشفى مثلا خارجيه، او انا مثلا دكتور مثلا بتاع اثار، فهاخدهم مثلا في رحله مثلا مثلا لابيدوس، يعني اي حاجه زي كده الاهرامات مثلا، فده اسمه ايفنت. ريبورت انا ما اعرفش دي معناها ايه بصراحه، وما خدناهاش في الدوره بتاعتنا. ريبورت تقارير، ريبورت انا ممكن اعمل تقرير للدفعه اللي انا بدرسها او الدفعات اللي انا بدرسها، يقول لي مثلا في كم واحد دخل الكورس، كم واحد مثلا حضر البلاي ليست، كم واحد حل الاساينمنت والحل، وكم واحد نجح وكم واحد ما نجحش، وكم واحد جاب درجه كويسه وكم واحد ما جابش، دي ريبورت كامله لكل حاجه موجوده في المجموعات اللي انا بدرسها. الادمن دي مش هتلاقيها عندك، الادمن دي للادمن اللي هو انا مثلا، يعني في كل كليه بيبقى في اثنين بس هم الادمن لغايه دلوقتي، يعني بالنسبه لكليه الطب سوهاج الادمن هيبقى الدكتور احمد رشدي اللي هو انا، والدكتور والاستاذ او المهندس محمد ابو غريب اللي هو المهندس بتاع اللي ماسك وحده الاي تي. فلغايه دلوقتي ما فيش يعني ايه الادمن ده، مش هيبقى فيه غير اثنين بس في الكليه، ممكن يعني ممكن يبقى في احد غيرنا بعد كده، بس ده لغايه دلوقتي هم احنا بس، فانت مش هتلاقي عندك قصه الادمن. سبورت دي لو انت عندك سؤال بتبعته هنا، بيتبعت لاداره سنكي في القاهره تبع مجلس اداره الجامعات والبنك المعرفي المصري، وبيرجع لي بعد كده، بيرجع لك كده الاجابه بتاعتكم. طبعا الموقع ده تحت اشراف كل من بنك المعرفه المصري، ادي اللوجو بتاعه اهو، والمجلس الاعلى للجامعات اللوجو بتاعه اهو، الاثنين مع بعض. وهنا بيجيب لك المنيو دي لما بدوس عليها في اي واحد بيطلع نفس ايه الصور الاقوال دي. يعني هنا لو انا جوه الكورس جوه اي حته وحبيت ارجع للصفحه دي في اي وقت، هدوس على كلمه منيو اللي فوق دي، هلاقيها في كل شاشات الايه السينك. هنا ده لو في جرس في اشعارات معينه، انا مثلا دي اكتر لو انا طالب مثلا، او انا مثلا يعني بدرس حاجه، فممكن يجي اشعار مثلا من الاستاذ بتاعي ان في مثلا بكره في امتحان، بكره في محاضره، فتجيلي هنا في الاشعارات. او لو انا برضو استاذ وبدي مثلا قايل مثلا للبرنامج لما يخلص الدفعه كلها مثلا الامتحان او الاساينمنت، ابعت لي مثلا كذا، ابعت لي اشعارات مثلا يوميه، ابعت لي تقارير يوميه، فتجيلي برضو على اشعارات. هنا ده اسمي انا دكتور احمد رشدي، هنا مكتوب اهو، لو دوست على السهم ده هيطلع لي بياناتي انا التفصيليه بقى، لو انا عايز اغير مثلا الباسورد، لو انا عايز اعمل اغير بعض الحاجات، اراجع مثلا بياناتي صح ولا غلط، بغيرها من هنا من كلمه ايه من الصوره بتاعتي هنا. عايز احط صوره لنفسي مثلا، هيطلع هنا مكان الصوره اللي هي الرسمه دي، هيطلع صورتي انا وهكذا. هنا لو دوست على كلمه العربيه دي هتقلب الموقع كله الى اللغه العربيه زي كده، نفس اللي شفناها من شويه بس دي اللغه العربيه. هنا بقى اسمهم ايه؟ بقى اسمهم دليل المقرر، دليل التأليف، المجموعات، التكليفات، الفعاليات، القواعد، الأساتذة،
تقارير كذا كذا، نفس الكلام. الجزء بتاع الاسايمنت اسمه بالعربي التكليفات، ما هواش امتحان بمعنى امتحان. ممكن يبقى للتكليف نفسه، ممكن ما يبقاش اسئله واجابات، ممكن يبقى مثلا هكلف مثلا يعمل بحث معين يبعته بي دي اف او وورد، ده وارد جدا يعني. لما ادخل على كلمه احمد رودي اللي بتقراها دي بيطلع لي ايه؟ اسمي انا، لو انا عايز مثلا ايه اللي هنا مثلا بيقول اباوت مي، انا عايز اكتب كلمه عن نفسي. هنا بيجي لي اخبار، انا دخلت في حاجه اسمها كلاس اسمه سهر يونيفرستي جروب 2، دي انا اللي كنت بدرس فيها او كنت بتدرب فيها على المنصه نفسها. المجموعه اللي كانت بتدرسنا احنا او بتدربنا احنا على المنصه كانوا عاملين كلاس اسمه سهر يونيفرستي، كانوا عاملينها تو جروبس فاسم سهر يونيفرستي جروب 2، وكنت انا باخد هذه المحاضرات عن طريق نفس المنصه. هنا لو في جروب، انا ايه الجروب اللي انا مشترك فيها؟ دي محادثات الكونفرزيشن، لو انا داخل في محادثه مع حد. سبسكريبشنز اللي طبعا التسجيلات، لو حد مسجل يعني في ال، انا مسجل في مواقع او حاجه تبع المنصه دي مش مهم قوي يعني. الفايلز لو انا في ملفات انا رابطها باسمي انا، ملفات عندي انا يعني خاصه بيا انا، دي غير الفايلز اللي جوه الجروب، خلي بالكم يعني. الفايلز اللي هنا دي ملفات انا، انا مثلا عندي الكتاب بتاعي مثلا عايز احط نسخه منه على الفايل بتاعي انا، دي بحطها عندي هنا. الحاجات دي كلها مش مهم قوي يعني ان انا ايه اغير فيها، لكن دي اهم حاجه في ما يتعلق ب البروفايل بتاعي لو انا عايز اغير فيه حاجه. وده الادمن بيدوس عليه لو انا الادمن، لو انا مش ادمن مش هتلاقيها موجوده اصلا. طيب قيمه منيو هنا لما قلنا لما بدوس عليها بتطلع لي كل الحاجات اللي موجوده في الصفحه الاولانيه اللي شفناها من شويه، اللي هم الكورس جايد والبلاي ليست والجروب والاسايمنت وهكذا وهكذا، والبيرسونال ورك انفايرمنت اللي هي ايه الصفحه الاساسيه الاولانيه خالص. طيب ايه بقى الكورس جايد؟ يعني ايه ازاي بعمل الكورس اونلاين؟ طبعا هما الكلام اللي قاله لنا في السينكي لغايه دلوقتي ان احنا على الاقل يبقى في جزء من كل كورس معمول اونلاين، يعني مش لازم كل الكورس حاليا، الكلام ده يمكن يتغير بعدين. يعني بنقول الكلام اللي اتقال لنا ان احنا كل كورس يبقى منه جزء ولو محاضره واحده معموله اونلاين. لما ادخل على كورس جايد بلاقي فيه هنا حاجه اسمها ماي كورسز وديسكفري ومانج كورسز. ماي كورسز جميع الكورسات اللي انا موجود فيها، سواء انا مدرب او مدرس او محاضر او متدرب، بيتحطوا هنا في ماي كورسز. ديسكفري لو انا بقى عايز ادور على اي كورسات في الجامعه اللي انا فيها تكون متاحه للجمهور، يعني انا ممكن مثلا يبقى في كليه مثلا، كليه مثلا التجاره عامله مثلا كورس لاداره المستشفيات، كورس كده عاملاه للي عايز يحضره، فممكن انا ادخل هنا وادور هلاقيه موجود. مثلا هنا في ماي كورسز انا موجود مثلا في الـ في الاكونت اللي انا كنت عامله، كان اكونت تجريبي كان معمول لي انا في من مجلس اعلى الجامعات، كان اكونت تجريبي وانا عملت بعض الكورسات فيه، عملت حاجه اسمها ام يو اس، عملت روماتولوجي، لقيت انا موجود في كورسات اسمها اسلاميك كوينز ونانو ساينس، انا ما عملتهمش بس لقيت نفسي محطوط فيهم. طبعا دول ناس تانية في كليات تانية في الجامعه حبوا يعملوا كورسات كده برضه استراتيجيه وحطوني معاهم كانوا يعملوا التجربه، فالحاجات دي كلها حاجات تجريبيه. ديسكفري بقى بلاقي كل الكورسات اللي ممكن تكون متاحه للجمهور، حتى ايفن بره الجامعه، يعني هنا في كليه الاداب جامعه اسكندريه عامله كورسات برضه. انسيت ايجيبشن لانجوج اللغه المصريه القديمه، واحد عامل كورس عن اللغه المصريه القديمه وقال اللي عايز يتعلم كنوع من الايه؟ من العلم المشاع لكل اللي عايز يحضره. ده طبعا انا في الكورس اللي انا بدرسه ما بيبقاش كده، انا بقفله خالص او هو بيتقفل لوحده يعني. يعني لو انا كورس تعليمي لماده مثلا الروماتولوجي مثلا في كليه الطب سوهاج، مش هيبقى مفتوح غير للدفعه دي في كليه الطب، حتى لما الدفعه دي تمتحن وتخلص هيتقفل عليها هي نفسها. لكن دي بتبقى كورسات يعني ايه؟ بتبقى كورسات عامه ومش دراسيه، مش مرتبطه بسنه دراسيه او بمقرر دراسي. ممكن انا ادي دوره تدريبيه للاسعافات الاوليه لاي طبيب عايز يحضرها، او لاي حد عايز يحضرها مش لازم يكون طبيب، فممكن اعملها كده. وممكن حد ده ان اللي عايز يحضر الكورس الاسعافات الاوليه ده لازم يكون طالب في كليه الطب مثلا، سواء في جامعه سوهاج او في اي جامعه من بره، او خريج طب سوهاج ممكن ينفع، او خريج من اي كليه بره. كل الحاجات دي بتتحدد حسب الايه التارجت بوبوليشن او التارجت اتندنس، انا عايز ابعت الكورس ده لمين. طبعا الكلام ده متقدم جدا، المرحله الاولى بتاعتنا هتبقى تقديم الكورس ده للطلبه بتوع الكليه بتاعتنا بس.
دي المرحله الاولى اللي احنا هنشتغل عليها. لما اجي اشوف على بقى مانج كورسز، هلاقي الكورسات بس اللي انا المدير بتاعها او اللي انا الادمن بتاعها. فانا مثلا عندي اثنين كورس، واحد اسمه روماتولوجي وواحد اسمه ميديسن، دول بس اللي انا المفروض كل الحاجات دي افتراضيه برضو، دول الكورسات اللي انا هدرسها للطلبه او اللي انا بدرسها للطلبه. طب افرض في اكتر من دكتور بيقدموا نفس الكورس، يعني مثلا كورس الروماتولوجي مثلا احنا عندنا مثلا في القسم في 14 عضو هيئه تدريس مثلا، افترض ان احنا هندرس هذا الكورس، مين فينا اللي هيحط الكورس اونلاين؟ الاجابه واحد بس مننا باتفاق القسم. طب افرض اكتر من قسم، مثلا بلوك الكارديو فاسكولار سيستم في سنه تانيه طب بيديه مثلا 8 اقسام بتوع الاكاديمي مثلا، وكل قسم فيه مثلا 2 او 3 دكاتره مشتركين، فهتلاقي مثلا حاجه و20 دكتور من 8 اقسام بيدرسوا نفس الكورس، كل واحد بيدي حته منه. المفروض والمنصه عامله كده ان لازم اللي يقدم الكورس ويبقى هو الادمن بتاعه يكون واحد بس من هؤلاء اللي احنا بنسميه منسق البلوك. عشان كده احنا التارجت لينا في المرحله دي في الاول من التدريب هيبقى منسقين البلوكات. دول اهم ناس عندي، اهم حتى من رؤساء الاقسام، اهم حتى من طبعا مع احترامنا للجميع، لكن اهم مرحله في الاول هم منسقين البلوكات، لان هم اللي هيرفعوا هذه المقررات، وهتبقى المقررات باساميهم هم. فالدكتور سين مقرر او منسق مقرر او بلوك الكارديو فاسكولار بتاع تاني طب معاه 15 20 دكتور من 5 6 7 اقسام مختلفين، هياخد منهم المواد العلميه بتاعتهم ويرفعها هو على الموقع، او يخليهم كو اوثر معاه بس برضه يشرفه هو، ممكن يبقى كو اوثر لنفس المقرر وكل واحد فيهم يرفع حته، لكن في الاخر في ادمن واحد للمقرر كله. هنا بعد ما بخلص المقرر خالص واجهزه كله بعمل حاجه اسمها ببلش، يعني نشر المقرر اللي راح نشوفه بعد شويه. ده اسم ببلش، ده يعني ده منشور، هذا المقرر نشر من يوم 2/6/2022 مثلا، يعني بحيث ان كل الطلبه بتوع هذا المقرر هيلاقوه موجود عندهم، كل واحد هيلاقيه على الاكونت بتاعه موجود ويقدر يدخل عليه ويشوف الحاجات اللي مطلوبه منه ويذاكرها والحاجات الاسايمنت التكلفه يعملها وهو كل حاجه. لو انا لسه ما شفتش المقرر، لسه ما خلصتوش، بعمله بموجود على هيئه درافت. بعد ما بخلص خالص بعمل ببلش. لا يمكن تعديل المقرر بعد ما يبقى ببلشت، لا يمكن خالص، الا لو انا عملت له ان ببلش. يبقى انا لو المقرر اوريدي ببلشت، بقى ببلشت يعني بقى متاح للطلبه، وحبيت اغير فيه كلمه واحده مش هينفع، لازم اعمل له ان ببلش الاول، افصله عن الطلبه خالص واعدل فيه براحتي وارجعه تاني. ومش يعني قالوا لنا مش مستحب قوي ان احنا نعملها الحركه دي، المفروض ان انا بجهز كل حاجتي واعملها ببلش مره واحده، لانه اي تغيير في النص بعد ما المقرر اتنشر للطلبه هيعمل بلبله جامده عند الطالب. الطالب ممكن يكون ذاكر حاجه تيجي تغيرها له، فلما تغيرها له هيتلخبط، هو طب انا عملت اللي فات، طب ينفع ولا ما ينفعش، طب ذاكرت ايه، طب ما ذاكرتش ايه، حتى لو غيرت لون الخلفيه ممكن تلخبط الطالب برضه. فخليك على نفس الشكل طالما الدفعه لسه هي ممكن بعد ما الدفعه تخلص، بعد ما السنه دي تخلص، السنه اللي بعديها بقى بدل ما اعمل مقرر جديد من الاول، انا هجيب المقرر بتاع السنه اللي فاتت هو وهعمل له ان ببلش، وكده اعمل له ري ببلش على الدفعه الجديده دي. ممكن بعد ما اغير فيه لو انا عايز احدث فيه، عايز اعمل ابديت لبعض الحاجات فيه. ادخل بقى جوه مقرر الريموتولوجي ده، حلقه جواه بقى اللي احنا قلناها من شويه، اللي هي البلاي ليست اللي احنا قلناها، اللي هي زي ما قلنا المقرر كله بيمثل الكورس، لكن جوه البلاي ليست ده بتمثل المحاضرات. هناخد بالنا هنا انه مش كل المحتويات الكورس عباره عن بلاي ليست، في حاجه تانية، في بيت مثلا، في هنا بلاي ليست، في هنا اساينمنت، في هنا بلاي ليست، بلاي ليست تانية اهم. هنا بقى ناخد بالنا من الحاجات اللي على اليمين دي بقى، دي مكونات الكورس اللي انا ممكن احطها او ما احطهاش، او مش لازم احطهم كلهم، يعني ممكن اعمل الكورس كله اخليه كله بلاي ليست ورا بعضيه، وممكن اخليه بلاي ليست وكويس زي كده، وممكن اخليه يعني منوع زي كده، او حاجه واحده. ناخد بالنا انه الكورس بيمشي مع الطالب من فوق لتحت، يعني هو هيفتح يلاقي اول حاجه الاولانيه دي، ممكن يعدي على البلاي ليست اللي وراها ولا وراها، لكن بيجي له بالترتيب زي كده. ولما يفتح بلاي ليست لازم يمشيها بالترتيب، لغايه دلوقتي
يعني مثلا لو بلاي ليست مثلا فيها 10 خطوات مثلا 10 مثلا سلايد ورا بعضيها، كل ما هيفتح البلاي ليست هيطلع له بسلايد واحد. دي مشكله يعني مش عارف هيحلوها ولا لا، يعني ان مفيش طريقه انه يفتح من ساعه مكان واقف، هيفتح من الاول خالص كل مره. فهنا في حاجه اسمها سيكشن، لو انا عايز اقسم الكورس الى اجزاء او اقسمه بين دكاتره معينين، اقسمه الى مقاطع او اجزاء، يعني بيج يعني صفحه فاضيه كده فيها كلمتين او نبذه تعريفيه عن المقرر. ممكن احط خلفيه مثلا ان المقرر ده بيدرسه الدكتور فلان الفلاني استاذ في كليه كذا، واحط صوره مثلا ليا او صوره تعبيريه عن المقرر احطها هنا في كلمه بيج. في كلمه فايلز هنا دي ملفات. افترض ان انا ممكن المقرر كله انا عامله على هيئه كتاب، وارد جدا انا ممكن احط الكتاب كله بي دي اف هنا احطه هنا في الايه في الفايلز. الطالب هيدخل هيلاقي في المقرر مكتوب فايلز، هيلاقيه هنا محطوط ده ملف كامل للمقرر او لجزء منه. انا ممكن اعمل الكتاب كله واحطه له على بعض، او احط اقسم الكتاب الى محاضرات واحط له مع كل بلاي ليست احط له الملف بتاعه بتاع المقرر ده بتاع الجزء ده. طبعا لو انا هبعت بي دي اف يفضل لو انا هعمل كده هعمله كتاب يعني، فهحط البي دي اف على بعضه في الفايلز. امبيدد لينك لو انا هبعت لينك معين، لينك الموقع مثلا، دي سيب كوتيك دي انا ما اعرفهاش ما دخلناهاش ديسكشن برضه، لو انا حامل مناقشه برضه مع الطالب دي مش ما ادوهالناش بشكل بتفصيل يعني. اساينمنت لو انا حامل امتحان او تكليف زي ما قلنا. بلاي ليست اللي احنا قلناها دي المحاضرات هنشوف بتتعمل ازاي بعد شويه. وممكن والاساس ان لو بعمل اساينمنت بحطه جوه بلاي ليست، ده الصح يعني، عشان يعني بيبقى شكله بيبقى طريقه التعامل بيه اسهل لو حطيت له اسامي بتاعته كده، لما احط جوه بلاي ليست بيبقى افضل. اكسترنال ابلكيشن لو انا هستخدم ابلكيشن خارجي، دي يمكن عندنا في طب مش كتيره قوي، لكن مثلا ممكن احتاج اله حاسبه يبقى احطها له هنا. في بعض الكليات بتحتاج مثلا برامج متخصصه مثلا اس بي اس اس مثلا بتاع الاحصاء مثلا احطه له برضه هنا. البرامج دي مش متاحه كلها دلوقتي، وقالوا لنا في المجلس بتاع الجامعات في التدريب بتاعنا انتوا تشوفوا ايه اللي انتوا عايزينه. كل كليه كل قسم لو محتاج برنامج خارجي يكون جوه المنصه نفسها يبعت لنا اسمه واللينك بتاعه، واحنا نشوف لو في امكانيه نضيفه هنضيفه له، هو هيضاف ليه هو مش هيضاف للمنصه كلها. تمام كده. في طبعا برامج هتلاقوها موجوده من الاول زي مثلا حاسب الحاجات دي، الحاجات اللي هي عامه ممكن تكون موجوده، في ناس ممكن ما تبقاش عليها ايه، في حاجات ممكن ما تبقاش موجوده لكل الناس او ما تبقاش موجوده اصلا في المنصه وتضاف عند الطلب. سكورم دي لو انا عندي كورس معمول في منصه اخرى بعمل له من هناك تصدير اكسبورت على هيئه سكورم فايل، كل اللي احنا شايفينه ده ممكن يدمج كله مع بعضه زي ملف زد اي بي بتاع الدق لو فاكرين يعني ايه، لو حد بيشتغل على وين رار او وين زايب الملفات نفسها بتاعت، يبقى عندي مثلا فولدر كامل فيه مثلا 50 60 ملف ممكن اضغطه كله في ملف واحد اسمه وين رار او وين زايب. دي نفس الفكره، كل المقرر ده انا ممكن اضغطه كله في ملف واحد واسميه سكورم فايل، اجيب مثلا من منصه زاد من منصه اي حاجه تانية، بدل ما اعيده هنا من الصفر بجيبه من هناك بعمله من هناك اكسبورت از سكورم فايل، وهنا اجيبه امبورت از سكورم فايل لو عندي اصلا الكورس موجود في مكان تاني غير ثينكينج. اونلاين ليكتشر ممكن انا اضيف محاضره اونلاين واحطها برضه هنا في الايه في الناحيه الشمال دي، والكفر ليست برضه مع دي ما اعرفها انا شخصيا. اونلاين ليكشر لو انا حدي محاضره اونلاين، اللي انا عايزه من دول بسحبه من الشمال كده واجيبه هنا بيتحط، بعد ما بحطه هنا برتبه سواء فوق او تحت كده من قبل مين، بحيث لما الطالب يفتح معايا المقرر يفتح مين قبل مين الاول. وبعدين في ده حاجه هنا لو انا عايز الغيه ما عدوش على الاكس، لو انا عملته غلط وعايز احذفه ما عدوش على الاكس، عايز اعدل فيه بقى او لو انا جديد اول مره بحطه هلقاه فاضي طبعا، فعايز احط بقى تفاصيل ليه، احط ايه المحاضرات اللي ايه الكونتنت اللي هحطها وايه الحاجات اللي هعدلها طبعا في الوصف او في الكونتنت، يبقى هدوس على القلم. لو انا عايز اشوفه الطالب هشوفه ازاي هدوس على العين، يبقى العين دي بريفيو اشوف الطالب هيشوف الحته دي ازاي. هنا القلم هعدله لو انا بقى عملته قبل كده، او هحط تفاصيل لو دي اول مره، والاكس لو عايز احذفه وهكذا. نيجي اللي بعد السلايد اللي بعدها. قلنا طبعا دول هم اللي قلناهم من شويه.
اللي هم ايه، سيكشن بيج فايل امبيدد لينك سيكشن ديسكشن، اهمهم طبعا البلاي ليست والاساينمنت والاونلاين ليكتشر اللي احنا هنشتغل على معظمهم. الكلام ده كله فين؟ في الكورس. بعد ما بعمل الكورس كله بالطريقه دي ورتبته من اول البيج، مثلا الصفحه التعريفيه، بلاي ليست، ثم اساينمنت، ثم بلاي ليست ثانيه، ثم بلاي ليست ثالثه، وهكذا، خلصت كله كده خالص، حددته على كلمه بابلش اللي هي دي، هيقول لي بقى البابلش ده لمين. فهو المفروض ان انا بختار الدفعه اللي انا بحددها، لكن هو الكلام اللي قاله لنا ان الحته دي هتتلغي، وهيبقى اوريدي هو مدمج مع السينكي، نظام الاس اي اس بتاع الطلبه والدكاتره. فمجرد ما هعمل ببلش هو عارف من اول السيستم ان ده مقرر الروماتولوجي بتاع طالب السنه الرابعه الترم الاولاني، فخلاص كده هيروح عليهم على طول. ده مقرر قد بصله، يبقى هيتفتح للطلبه بتوع سنه ثانيه الترم الاولاني مثلا، او من شهر 9 لشهر 11 مثلا، وكده هيتقفل عليهم ثاني. لكن لغايه دلوقتي المنصه اللي موجود فيها ان انا بختار انا بايدي المجموعه او الدفعه اللي انا هديها المقرر. نيجي بقى للبلاي ليست. يعني ايه بلاي ليست؟ قلنا يعني قائمه تشغيل اللي هي جواها تبقى كونتنت المحاضره اللي انا بديها. لما نيجي نقول نختار بلاي ليست، ولكن مثلا بتاعت الروماتولوجي دي مثلا، بدوس على كلمه على الزرار اللي هو القلم ده، فبتفتح لي الصوره دي. هنا دي الكونتنت ديتيلز، بغير انا في الكونتنت والديتيلز، لو دوست على اي واحده فيهم هيقول لي يضع الكونتنت اللي هي دي ديتيلز اللي انا عايز احط تفاصيل عن البلاي ليست. ممكن اكتب مثلا تفاصيل عن البلاي ليست ان دي محاضره عن كذا كذا، بكتب تفاصيل عنها. الاينمنت اللي هي ايه؟ اللي هي المخرجات التعليميه اللي مستهدفه منها، هل انا مثلا هحط لها مثلا هربطها مثلا باي ال اوز معينه ولا لا؟ طبعا المفروض ان كل كورس له اي ال اوز معروفه ومسجله في المنصه، فانا بختار المحاضره بقول المحاضره دي بتعبر عن الاي ال اوز رقم كذا وكذا 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 من الكورس الفلاني. دي طبعا ايه؟ برضه لسه مش عارفين لغايه هل دي انا اللي هعملها كاستاذ ولا هتتعمل لي من الاي تي. الحاجه اللي بعد كده هنا دي انا بعمل هنا بريفيو للكونتنت، انا واقف على كلمه كونتنت، فطلعت لي كونتنت المحاضره. كونتنت المحاضره دي مثلا صفحه نت، دي مثلا فيديو يوتيوب عملتهم ازاي دول. هنا بقى دي الحاجات اللي انا بضيف بيها كونتنت للمحاضرة أو للبلاي ليست. دي جي وده يوتيوب، ده جوجل، ده يوتيوب، وده لينك أهو، ده بوس، وده بنك البحث المصري، ودي حاجة معمولة كده بالذات، دي هتشوفها بعد شوية. لما بدوس هنا دي جوجل سيرش. أنا مثلا صفحة نت معينة مثلا كتبتها مثلا، بدور على حاجة معينة في النت على من جوجل، وهيطلع لي هنا تحت في السيرش بتاع جوجل الحاجات اللي أنا اللي لقيها جوجل، الحاجه اللي هتعجبني منهم هاخدها وهسحبها بالزرار الشمال للماوس واحطها كده هنا، هتتحط هنا. وزي ما عملنا في الكونتنت بتاعت الكورس، برتبها فوق وتحت ورقمها، طبعا التقييم ده بيجي اوتوماتيك، ده واحد اثنين ده اوتوماتيك. لما لو جيت دي سحبتها لتحت كده بالماوس مكان دي، هتطلع دي فوق مكان دي، تبقى دي واحد وتبقى دي اثنين، وهو بيرقمهم حسب ظهورهم للطالب. فيبقى ده جوجل سيرش. فهنا جبت مثلا روماتولوجي، جاءت كلمة روماتولوجي، فطلعت لي صفحة أمريكان كوليج أوف روماتولوجي، الجمعية الأمريكية للروماتيزم، وخدتها هي الصفحة الأساسية بتاعت الموقع كأنها هي إيه، صفحة تعريفية أو بداية الإيه البلاي ليست بتاعتي. جه بعد كده هدور في يوتيوب. يوتيوب ده هدور فيه على مثلا روماتولوجي، فجبت الفيديو ده، عجبني الفيديو ده، فسحبت برضه حطيته هنا، ده فيديو يوتيوب هيطلع للطالب على هيئة يوتيوب. اللي بعديه لينك، في لينك معين انا عندي من الاول موجود عندي، مش لازم ادور عليه في جوجل، جبته مثلا من مكان اخر او حد بعته لي، او انا مثلا رفعت حاجه مثلا على النت وعايز مثلا جوجل درايف مثلا حاجه مثلا معينه، فهبعته للطالب على هيئه لينك، هنا احطه على طول لينك. وهنا ده المكان معايا في مصر، انا عايز ادور على حاجه جوه بنك المعارف المصري مش جوه جوجل، لان جوجل تبقى حاجات فيه اكتر لكنها مش موثوقه قوي، الحاجات اللي جوه بنك المعارف دي حاجات موثقه وموثوقه. هنا قلنا طبعا الجزء ده اللي هو بتاع مواصفات البلاي ليست، كونتنت وديتيلز والاينمنت، كونتنت الحاجات اللي هي دي، ديتيلز لو انا عايز اضيف تفاصيل عن البلاي ليست دي، هكتب مثلا اسمي واسم الموضوع وحدد عايز ايه ونبذه عن المحاضره، والاينمنت لو انا هربطه باي ال اوز. دي كونتنت بتاعت
البلاي ليست هنا الدرات ده لو دوست عليه في اي لحظه وانا شغال، يعني انا لسه ما خلصتش لكن وانا شغال بعرف الطالب هيشوفها ازاي، فبيطلع كلمه بريفيو اشوف الطالب هيشوف المحاضره دي ازاي او البلاي ليست دي هيشوفها ازاي. وهنا لو جيت طبعا بتاع ايه بتاع ان انا بضيف حاجات من على المحاضره سواء من جوجل او من يوتيوب او من لينك او من مكتب في مصر او من دي يعني انا اللي بضيف بنفسي، انا اللي بعمل حاجه بنفسي واضيفها على المحاضره، يا اما بكتب انا سلايد زي باوربوينت او بكتب حاجه انا او بحط اي انا حاجه من عندي واضيفها بنفسي. طبعا زي ما قلنا ده جوجل سيرش، ده يوتيوب سيرش، ده لو عندي يو ار ال لينك انا بحطه على طول، ده ما كان معايا في المصري. اخر حاجه دي لو انا هضيف حاجه بنفسي، انا ممكن اضيف كويز او اضيف سيرفي، الحاجه هتشوف اللي انا ممكن اضيفه. ممكن اضيف كويز لو انا طبعا هعمل فزوره او سؤال، ولو هعمل كويز ده طبعا بقى اساينمنت بقى تكليف، فممكن احط الكويز جوه المحاضره نفسها، وممكن اعمل اساينمنت واحط جواه الكويز وكده احط الكويز نفسه بالاساينمنت بكله على بعضه جوه بلاي ليست واسميها اساينمنت او اسميها امتحان اسميها اي حاجه. طيب بلاي ليست هنا بيبقى هي الاساس، والافضل ان انا احط الكويز مهما كان هو ايه جوه بلاي ليست، احط اساينمنت جوه بلاي ليست. الكويز ده ممكن يبقى سورت ترتيب، مالتيبل تشويس كويشن بايمج، مالتيبل تشويس بتكست، ري اوردرنج either or close text entry و close select answer. يعني ايه الكلام ده كله؟ sort انا عندي مجموعة حاجات واقول له صنفهم لي بقى، يعني ايه؟ جبت له مثلا فوق مثلا هنا 20 دولة وحطيت هنا اسيا افريقيا اوروبا، وقلت له حط لي كل دولة من دول تبع مين في دول. مثلا جبت له مجموعة أدوية مثلا، أثناء أدوية مثلا هنا وحطيت له هنا أنتي بيوتكس، هنا أنتي انفلاماتوري، وهنا مثلا مالتي فيتامين، وأقول له مثلا إيه مين في دول حط تبع أنهي واحدة في دول، هو بيرتب كل واحدة فيهم يحطها لي هنا. وفي أوبشن في السؤال إنه هل أعتبر كل إجابة لوحديها ولا لازم يجاوب كله صح؟ لو قلت له لازم يجاوب كله صح يبقى لو غلط في واحدة بس السؤال كله بيتشطب. لو قلت له سكوير او ايفالويت ايتش انسر انديفيدوالي بيجي اوبشن فري، لما بدخل على اي كويز بيديني اوبشن اسمه ايفالويت ايتش انسر انديفيدوالي. لو قلت له علمت عليها وده مثلا 10 حاجات مثلا هنا في السؤال ده وهو غلط في واحده بس بياخد 9 من 10، غلط في اثنين يبقى 8 من 10. لو انا مش معلم عليها يبقى يس اور نو، يجيب 10 من 10 يجيب 0 من 10. دي اول حاجه اللي هي مين سورت. مالتيبل تشويس ايمج بجيب له مثلا سؤال في الاول هنا تكست وتحتيه صورتين او ثلاثه او اربعه زي ما انا عايز، وهو بيعلم على الصوره اللي تعبر عن الاجابه الصحيحه. يعني بقول له مثلا مين في دول تي سيلز، مين في دول بي سيلز، وهكذا. دي يبقى انا ايه مالتيبل تشويس ايمج. مالتيبل تشويس تكست لو انا عايز اجيب له تكست عادي، ده مالتيبل تشويس عادي سؤال وعيد اجابتين ثلاثه وبختار منهم واحده بس صح. ري اوردرنج دي ترتيب بقى، بجيب له مجموعه جمل ترتيبهم غلط، هو بقى بيسحبهم بايده هنا يجيب دي لفوق ودي تحت لغايه لما يجيبهم من اول لاخير. وهنا برضه في اوبشن اللي هو بتاع ايه كل انسر صح ولا غلط. يعني افترض مثلا هم 4 خطوات 1 2 3 4، هو جابهم 1 2 4 3 يبقى هو جايب 1 صح و2 صح، غير بس في اخر 2 ياخد 50% من الدرجه. لو انا قايل له لا كله يا اي لا، يبقى لو جاب واحده بس او 2 بس غلط طبعا على الاقل هيجيب 2 غلط، ما هيبدل 2 مكان بعض، يبقى كده هو ياخد الدرجه 0. ايذر اور دي ترو او فولس، بيجي لي سؤال من فوق وتحتيه مجموعه جمل يعلم هو صح وغلط على كل واحده فيهم، اللي هي كانها مالتيبل تشويس بس في اكتر من اجابه ممكن تبقى صح. هنا بيكتب هو التكست، بديه مثلا حته فاضيه كده بكتب هو تكست كده. مشكله الحته دي ان لو غلط في اي حاجه في التكست عن يعني النموذج اللي انا حاطه في الكمبيوتر هيجاوب غلط، هيكتبه غلط في الكمبيوتر. يعني مثلا لو انا قلت له مثلا لو الاجابه الصح مثلا كلمه روماتويد ارثرايتس وهو كتبها ار اي هتبقى غلط، كتبها روماتويد ارثرايتس بالسمو وانا عامله بالكابيتال هيبقى غلط،
الا لو قلت له سيبك من كابيتال وسمول مثلا، او لو انا قلت له من الاول ان الاوبشنز اللي الصح، لو كتب ار اي صح، كتب الروماتويد صح، كتب الروماتويد ارثرايتس صح. فدي طبعا انا تقسيم ما بحبهاش، لان يعني دي لازم يكتب الاجابه اللي انا قايل الاركان الكمبيوتر عليها، ودي لو كتب اي حاجه مختلفه، ولو حط مسافه زياده هتحسب غلط. دي بقى احلى، دي سيلكت انسر، دي جمله عاديه برضه فيها كذا حته فاضيين، حته فاضي بيعمل سهم هنا، بيدوس على السهم بيطلع له الاجابات فيهم واحده صح، بيختار منها الصح. ده الكويز، وده جزء من اللي انا بحطه في البلاي ليست. او طب انا مش عايز كويس، عايز احط حاجه تاني، هحط له برزنتيشن زي فكره الباوربوينت، بس هنا انا بحط كل سلايد لوحدها. ما ينفعش ارفع باوربوينت على بعضه، لو عندي المحاضره مثلا 10 سلايد لازم ارفعهم واحده واحده. طب ما عايز ارفع الباوربوينت على بعضها، هينفع ارفعها في الفايلز اللي شفناها من شويه لايه في الكورس جايد، لكن انا يفضل ان انا عشان ادي حاجه تفاعليه للطالب اديله ما يزيدش عن 10 سلايدز بالكتير قوي. طبعا فيها فرونت لو انا عايز مثلا ايه ادي مثلا محاضره سلايد افتتاحيه، سلايد شو يبقى فيها صوره وفيها كلام شرح ليها، سام كونتنت دي تبقى كذا صوره، يعمل كليك على كل صوره فيهم يطلع للتحكيه شرح بتاعها، تاب كونتنت يديك اكتر من تاب من فوق، زي فكره التاب اللي شفناها هنا. بص دي اسمها تابز، دي كلها بتبقى اسمها تابز، يعني بحط بعمل كليك عليها بيفتح الحاجه تحتها. فهنا ممكن اعمل تاب انا للطالب مثلا انديكيشنز، كونتر انديكيشنز مثلا، مانجمنت كذا مثلا، او مثلا ريسك فاكتورز، باثوجينيستك كلينيكال بيكتشر اند مانجمنت مثلا بتاع ديزيز معين، احطهم بالشكل ده. هنا لو ان شابون كونتنت بيضيف عليها بيفتح لي موقع او حاجه ثانيه، دي برضو تبقى صوره وعليها كلام تحتيها بس اكتر من واحده. ليرنينج اوت كومز، لو انا عايز اطلع اقول للطالب ان المحاضره دي بتستهدف انك تتعلم كذا 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 كذا، يبقى هو بيطلع له حاجه اسمها ليرنينج اوت كومز، يمكن احطها او ما احطهاش. ترانسليت او كومبير تكست، هنا يا اما بعمل ترجمه، طيب مثلا طالب معايا في سنه اولى وعنده او في سنه ثانيه حتى، وفي كلام ممكن انا حاسس ان هو مش هيفهمه في المحاضره، كلام صعب عليه، فممكن احطه يا اما ترانسليت او كومبير. ترانسليت انا بكتبه مثلا بالانجليزي هنا ومقابلها بالعربي هنا، يبقى كلمه كذا معناها كذا بالعربي، كلمه مثلا ميتابوليزم معناها مثلا الايض او التمثيل الغذائي مثلا، او اشرحها له بالانجليزي برضه، اقول له كذا از كذا 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 كذا، دي اسمها كومبير. ويلكم انا دي طبعا في تحط من فوق، ويلكم دي بعد الفرونت على طول، دي رساله ترحيبيه للطالب، ممكن احطها او ما احطهاش، ودي لو عايز احط صوره بس من غير شرح احطها له هنا. دي كلها انواع السلايد اللي بحطها جوه البرزنتيشن جوه البلاي ليست. طيب عايز احط حاجه تانيه؟ ممكن احط تكست اند ميديا، احط مثلا فيلم فيديو مثلا، ده مش يوتيوب، ده فيديو انا اللي عندي على الكمبيوتر بتاعي هحطه له، سواء فيديو او صوره او حاجه تتحرك يعني انيميشن مثلا، واشرحه له باي شكل من الاشكال دي، او انتر اكتف تكست كومبير او موديل انسر. انتر اكتف ده مش زي الكويز، ده انا بديه تكست واقول له خد قارن ده بده، او ادي له انسر دي سؤال واقول له خد جاوب عليه، هو جاوب لي ويرد عليا اثناء مثلا المحاضره او اثناء انتر اكتف مع الطالب. فده ممكن يعني ايه، يعني ممكن اطرحه اثناء المحاضره نفسها، زي مثلا حاجه زي استطلاع راي، اقول لهم ايه مثلا تفتكروا مين الصح في دول، وهما يجاوبوا، ولا ما يجاوبوا لي في ناس هتجاوب صح وناس هتجاوب غلط، وهو هيجي لي الاجابه في نفس المحاضره ويقول لي انا الكمبيوتر هيقول لي مثلا ان كل طالب ده جاوب صح او ده جاوب صح او كذا جاوب صح كده يعني. سيرفي دي بقى اللي هو ايه، اللي هو ليكرت سيرفي، لو انا مثلا عايز اخد راي الطالب نفسه في الايه في حاجه معينه، فباخد سيرفي يعني استطلاع راي. استطلاع راي ده انا ممكن اخد رايه هو في المحاضره نفسها، هل استفاد حاجه ما استفادش حاجه، ايه اقتراحاته مثلا مثلا للتطوير مثلا الدنيا يعني، ده اللي هو ايه اللي هو احنا موجود حاليا في الجوده، اللي هو استطلاع راي الطالب في المقرره وفي المدرس في المحاضر وفي الامتحان نفسه والكلام ده كده. ادفانس دي ما اعرفهاش بصراحه، لقيتها في المنصه لكن ما حدش جاب لنا سيرتها خالص. نرجع للبلاي ليست بتاعتنا، هنضيف اول واحده اللي هي اسمها الويب سايت دي، طبعا لما بدوس على القلم ده بيديني التفاصيل بتاعتها، بدوس على القلم ده بيديني التفاصيل بتاعتها. هنا ده التايتل بتاعها، وده الديسكريبشن، وده اللينك اللي موجود جواها. لو انا علمت لو لغيت دي
يبقى اللينك هيختفي من الطالب وانا اصلا عامل له لينك فخليه موجود. بقول له سيف اند بريفيو حواريا هيشوف ازاي الطالب، او سيف اند كلوز لو انا مش عايز اشوفه دلوقتي. طيب كلمه بريفيو اللي شفناها دي لما بدوس عليها بيوريني الطالب هيشوفها ازاي دلوقتي قبل ما اعمل ببلش انا. فده لما بدوس عليها بيطلع لي بالشكل ده. احنا قلنا هم فيه اثنين كونتنت، اهم ادي دي صفحه النت وده فيديو. هشوفهم بقى ازاي؟ هشوفهم بالشكل ده. اول حاجه طلعت لي التايتل والديسكريبشن بتاع الويب سايت دي، وده اللينك بتاع الويب سايت، ممكن اعمل كليك عليه يفتح لي الموقع. وقال لي ان دي بيج واحد اوف 8، ده بدايه الكورس، دي بيج واحد اوف 8. لما اعمل هنا لما ادوس على السهم ده هيطلع لي الصفحه اللي بعديها دي. طبعا سوري، دي انا عملت كليك هنا على الموقع هنا فطلع بره الموقع خالص، بره ثينك فاك، ودخل لي على الموقع اللي هو بتاع امريكان كوليدج اوف روماتولوجي. طيب دي اللي هي رقم اثنين، اللي هي فيديو مثلا، فيديو من يوتيوب. برضه نفس الكلام طلعت لي فيديو. لما انا عملت هنا، لو رجعنا هنا مثلا، لو دوست هنا على السهم ده انا كده انا داخل كده كان انا الطالب، بشوف الطالب بيشوفها ازاي. وقال لي ان ده بيج 1 اوف 8، لما ادوس هنا هيطلع لي الصفحه دي ويقول لي ان دي بيج 2 اوف 8 وده فيديو يوتيوب اهو. هيشتغل عليه هنا، هيشتغل معايا يوتيوب، وده اللينك بتاعي لو دوست عليه هيطلع بره الموقع خالص ويدخلني على يوتيوب نفسه ويوريني الفيديو نفسه. هنا ممكن ارجع لورا، ارجع ثاني صفحه واحد، او اطلع قدام صفحه ثلاثه. تكتب هنا ان ده بريفيو، ده مش النسخه النهائيه من المقرر، ده الصوره اللي انا بشوفها كاستاذ، هشوف الطالب هيشوفني ازاي. الصفحه اللي بعدها طبعا كنت كاتب اي ال او، طبعا كاتبها كلام يعني، مش يعني كاتب مجرد ارقام يعني، بس اوريك ازاي يتعمل الاي ال او. خلصنا كده المقرر، ودي كانت مجرد البدايه. احنا خدنا النهارده او اتعلمنا ازاي بعمل البلاي ليست. طبعا كل الكلام ده ليه فيديوهات موجوده على الجروب عندكم يعني، في جروب سواء تليجرام او الواتساب، عليها كل التفاصيل طبعا زي ما ادوها لنا الجماعه اللي دربونا يعني. يوم الاحد اللي هو بعد بكره او بكره يعني، دخلنا خط السبت، يوم الاحد هيبقى عندنا دوره او يعني محاضره جديده او كورس جديد للتدريب. بيقول ان في بعض التحديثات عملوها على المنصه، فهنشوف ايه اللي عملوه بالظبط، ونلتقي باذن الله في اقرب فرصه باذن الله. لو محتاجين اي حاجه، اي تفاصيل تاني في اي وقت، احنا في الفتره الحاليه محتاجين بشكل ضروري منسقين المقررات بتاعه على الاقل اولى وثانيه الترم الاولاني، ومحتاجين ممثلين اقسام. في حوالي 15 قسم تقريبا او 14 قسم بعتوا لنا فعلا الممثلين بتوعهم، لكن لسه ما حدش بعت لنا مين منسقين المقررات بتاعه او البودكاست بتاعه سنه اولى وثانيه. وغالبا هيطلعوا هم ممثلين الاقسام يعني، في بدايه الاكاديمي يعني هيطلعوا هم مشتركين يعني، لكن احنا كمرحله اولى هنحتاج ندرب المجموعه اللي هي اللي هتبقى فيزد بالمقررات الاولى اللي في اول السنه. هو الكلام اللي انا فاهمه لغايه دلوقتي ان ده هيبقى اصدار تجريبي، لسه احنا هنشتغل بذات زي ما احنا شغالين بذات، ان ذات ما فيهاش سوري سينك، ما فيهاش دفع الكتروني، ما فيهاش امتحانات لغايه دلوقتي. فانا هضمن منين ان الطالب اللي دخل معايا على سنكي دفع فلوس المقرر او دفع فلوس الكتاب الالكتروني؟ لغايه دلوقتي الكتاب الالكتروني موجود بس على زاد، والدفع الالكتروني موجود بس على زاد. انا حتى لو بعت الكتاب هنا بي دي اف، الطالب هينزله فري، مفيش طريقه ان انا اخليه يدفع لغايه دلوقتي. جايز لما اشوف يوم لحد المحاضره شكلها ازاي، بتاعت يوم لحد جايز يكون ضاف الحاجات دي، انا ما اعرفش. فهنشوف الحكايه، يعني هنبقى معاكم ابديت على طول لو في اي حاجه، ونلتقي باذن الله على خير. كان معاكم الدكتور احمد رشدي العجمي، استاذ مساعد الروماتيزم، كليه الطب جامعه سوهاج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.